المتابعون والمتابعات، الناظرون والناظرات عبورا، تحية للجميع. في الحلقة الماضية تحدثت عن الانفعال وأيضا موضوع فعل النفس كما ذكرت سابقا، وكان حديثي كمقدمة عن الانفعال البشري. كلنا ننفعل، الناس كلهم ينفعلون، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شيوخا وكهولا إلى آخره، الناس كلهم ينفعلون. وذكرت أن أول انفعال يعيشه الإنسان هو يتجسد في صرخة الولادة. صرخة الولادة هي انفعال، لأنه صرخة ولادة انفعال، يعني لا أستطيع أن أقول غضب إلى آخره، ولكنه انفعال. إذا أول انفعال هو ظهر في حياة الإنسان هو عند صرخة الولادة أو عند الولادة. ثم أيضا ذكرت بيتا من الشعر بالمناسبة في دراسنا العربي الإسلامي أيضا كتعبير عن الانفعال وشدته أيضا، قول الشاعر بن برد الذي عاش في العصر العباسي: إذا ما غضبنا غضبة مضارية هتكنا حجاب الشمس أو قطرة الدم. هذا انفعال، مثال على ذلك. أيضا فيما يتعلق بالثقافة العربية الإسلامية في القرآن الكريم مثلا، الانفعال موجود في سورة يوسف القرآن الكريم. ثم أيضا سأذكر فيما بعد أيضا مرجعا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بكيف أيضا عن دراسات والبحوث حول تصوير تصوير الانفعال في القرآن الكريم. المهم، لا ننتقل إلى موضوع اليوم، عنوانه موضوع اليوم، وسأستمر في هذا العنوان نفسه ولكن أيضا في حلقات مختلفة. أسوأ الأشياء قسمة بين الناس ما هو؟ كرأيي أنا الانفعال. لماذا أسوأ الأشياء؟ لأنه تجسد حقيقة كما ذكرت سابقا بدأ من صرخة الولادة ويجسد فيما بعد في أشكال كثيرة. يتجسد كما نلاحظ في أمارة الوجه، يتجسد في الكلام، يتجسد في الصراخ، في العويل، في البكاء، في الحزن، في الإن إلى آخره، والحب والكراهية، كل هذه انفعالات، كلها انفعالات. لأن ذلك، طيب لماذا أسوأ الأشياء؟ أنا أحب أن أتكلم دائما عن الجانب السلبي. الجانب الإيجابي كلنا بخير، نذكر الجانب الإيجابي، لا أذكر بالتفصيل أو الجانب الإيجابي، وإنما أحب دائما أذكر الجوانب السلبية. لماذا؟ لكي نتخلص منها. الغرض منها هو أي نضبطها، أي نعالجها، حتى نصل أن نقول أن الأمر كله إيجابيا. لكن الآن هناك إيجاب وهناك السلب، مهم أن أركز على الجانب السلبي. إذن ذكرت أيضا ما هو أنواع الانفعالات في المرة الماضية، واليوم أيضا سأتذكر أيضا الانفعال كما قلت سابقا هو موضوع في علم النفس غالبا، يا يدرس من علم النفس أيضا، وخاصة أيضا مكونات الانفعال. الآن نتكلم علميا كما يذكر علم النفس مكونات الانفعال ما هي. أولا هناك التجربة الشخصية، اثنين الاستجابة الجسدية، ثلاثة أيضا الإجابة السلوكية. طبعا ما معنى هذا الكلام؟ التجربة الشخصية هي أن الانفعالات كلها تمر بتجربة شخصية. ما معنى ذلك؟ وهو ما عرفته بعلم المثير، أي أن شيء يثيرني فأنفعل. لأن كما تعتم هو أيضا الانفعال له جانب سلب، له جانب فردي، وله جانب اجتماعي. لأن الانفعال الاستجابة الجسدية كلنا نعرف جميعا أن الانفعال يتجسد أول ما جسد على في أيضا في الشكل الظاهري، وهو أيضا في الانفعال، إما في الصوت، إما في الكلمة، إما بالوجه إلى آخره. هذه استجابة جسدية، أي الانفعال داخلي يتجسد خارجا. إذا هنا بمعنى نريد مثلا، وأيضا يرافق ذلك هذا ضربات القلب وأشعر وأيضا أحيانا العرق، وأحيانا يتصاعد ألم في المعدة إلى آخره. له مشاكل كثيرة الانفعالات، الانفعالات لها مشاكل كثيرة. المهم ثالثا ذكرت أيضا اثنين، الثالث هو الإجابة السلوكية، أي ما يتعلق بمعنى أيضا ما أن وهو جانب المرئي من الانفعال، أن قدرتنا على فهم التعبيرات لغة الجسد مثلا بما يتعلق جزء من الذكاء، أو أنه فربما يستخدم بعضنا الضحك أحيانا، وأيضا التفرغ عن الإحساس، وكلها عبارة عن استجابات سلوكية تظهر أيضا من خلال انفعال ما أيضا نعيشه. الآن النقطة الأخيرة بما يتعلق أنواع الانفعالات، أيضا
هذه نقطة مهمة كما أعتقد، ويؤول الانفعالات الأساسية والانفعالات المعقدة. وسأريكم صورة، طبعا هي صورة يعني هي تثير الابتسام أحيانا الانفعال الضحك، هي صورة عن الانفعالات، وهي أيضا مأخوذة عن النت طبعا كالعادة، يا أما الجهاز لا أدري إذا كان، طبعا هي صورة بسيطة جدا عن تعبير عن الانفعال أيضا بما يتعلق بالرؤوس التي شاهدناها، وهي رسم طبعا كاريكاتوري. الانفعال، الانفعالات الأساسية شو هي؟ الانفعالات الأساسية عند الإنسان بشكل عام طبعا الحزن، الغضب، السعادة، الخوف، الدهشة، الاشمئزاز أيضا، ثم أيضا انفعالات أخرى مثلا الإحراج، الفخر، الخجل، الحماس، الازدراء، التسلية، الرضا. هذه كلها أيضا أنواع انفعالات. هذه انفعالات كما يقول النفس أيضا المعاصر انفعالات بسيطة. الآن الانفعالات المعقدة هي نقطة ثانية أيضا، وهي الحب، الإحراج، الحسد، الامتنان، الذنب، الفخر، القلق. هذه انفعالات أيضا ثانية، وهي انفعالات أشد تعقيدا، لأننا حقيقة مثلا القلق، قلق الانفعال له أسباب كثيرة، من الصعب أن نحدد أسبابه مباشرة، وإنما لذلك سمي بالانفعال دخل ضمن دائرة الانفعالات المعقدة أيضا، لأننا القلق له أسباب كثيرة، ثم الفخر أيضا له أسباب، هناك الفخر الذاتي، هناك الفخر القبلي، هناك الفخر الاجتماعي، هناك الفخر الأممي أيضا، الأمة تفتخر بنفسها إلى آخر، الفخر متنوع، لذلك سميناه هنا الفخر، هو يدخل ضمن الانفعالات المعقدة. طيب ثم الحب، الحب له أيضا كما نعرف جميعا الحب هو عاطفة أيضا معقدة أيضا، لأنه ثم الكراهية أيضا من الانفعالات المعقدة أيضا. المهم هذه إذن صورة جدا سريعة جدا لأخذ فكرة عامة عن الانفعالات، أو الانفعالات البسيطة والانفعالات المعقدة. طيب وماذا يفيدنا هذا الكلام؟ يفيدنا أيضا في معرفة ما هو هذا الانفعال الذي يعيشه الإنسان، أيضا ما هي أنواعه، ما هي أنماطه، ما هي أسبابه المعقدة، ما هي أسبابه البسيطة. إذن لنفهم، طيب هل نقف عند الفهم فقط؟ لا، وإنما ننتقل إلى مرحلة أخرى أيضا في قضية الانفعال، وهي أيضا ضبط الانفعالات، إدارة الانفعالات أيضا، أيضا كما يقال، وهكذا. إذن الهدف هو هدف إيجابي في النهاية، الهدف علاجي لما يسمى بالانفعال، ليس الهدف هو فقط معرفي، وإنما أيضا هو الهدف أيضا عملي سلوكي أيضا، يقتضي جميعا أن ننتقل إلى مرحلة ما يسمى بالعلاج. علاج ماذا؟ خاصة الانفعالات السلبية كما ذكرت سابقا. الآن نقطة أيضا ثالثة، وهي النظريات. الانفعالات لها الانفعال له نظريات كثيرة، اختلف علماء النفس في فهم وتفسير ووضع نظريات بما يتعلق بالانفعال. هذه أيضا نظريات كثيرة عن النفس، لا أريد أن أدخل في مجال التفاصيل كثيرة، فهي موجودة أيضا كلها في الكتب الورقية، موجودة أيضا في الكتب PDF، أيضا كتب العلم باللغات العربية والأجنبية إلى آخره، موجود هذه النظريات إذا أردتم الاطلاع. وإنما أنا أرشد أيضا من يهتم بالموضوع أن يبدأ فورا مباشرة بالحديث عن الانفعال بما يتعلق بدوائر المعارف، لأن هذه دائرة المعارف الشعبية توجه دائما القارئ إلى التعمق بإرشاده إلى الرجوع إلى الكتب الأعمق والكتب الأوسع والكتب التي يعني تهتم بالتفاصيل بما يتعلق بمادة سواء بالانفعال أو غيره. فهذه هي الحقيقة على هامش الموضوع، وهو الاطلاع على الانفعالات ونظريات الانفعال. المهم أن أذكر فقط اسما أو بالأحرى بشكل عام النظريات، عن بالنسبة لنظرية الانفعال، النظرية الجسدية، النظرية العصبية، النظرية الإدراكية أيضا. أيضا كما قلت نظرية الانفعال كثيرة، فهذا كما ذكرت أيضا ما يتعلق بالنظرية العصبية أيضا، أو أبدأ بالجسدية، الاستجابة الجسدية للانفعال، وهي أيضا هذه أيضا نظرية تعبير عن المشاعر والانفعالات إلى آخره. ثم أيضا النظرية العصبية، نشاط المخ أيضا أو الدماغ أيضا، أو المسؤول عن المشاعر والانفعالات ما يتعلق. إذن هذه أيضا أمور أيضا تتعلق بما يتعلق بالنظريات
الانفعال. وده هناك نظريات كثيرة. أيضا عندنا نظرية أولا الأمريكي الذي عاش في القرن الماضي ويليام جيمس، ثم فيما بعد نظرية كانون أيضا حول الانفعال أيضا، ثم أيضا نظرية شاحتر أيضا سينجر الانفعالات أيضا. هذه نظريات فقط أنا أذكرها عابرا، لأني أنا كما قلت ليس هدفي هو الدخول في التفاصيل، وإنما فقط مهم إعطاء نظرة عامة عن الانفعالات الإنسانية، وخاصة ما يتعلق أولا بالتعريف كما ذكرت في المرة الماضية. والآن أذكر هنا بعض النظريات، وأيضا ثم بعد هذه مثلا صورة أخرى أيضا ترى صورة تمثيلية عن انفعالات، عن صورة من انفعالات طبعا. على أيضا ممكن على النت أيضا تجدون صور هائلة، لو تذكرون فقط في باب على النت تذكرون ايموشن بالإنجليزي مثلا ايموشن ايمج، تطلع صور كثيرة عن الانفعالات، عن الغضب والكراهية والحب والكل آخره وما يتعلق، وكل هذه الأمور أيضا تجدونها في التفاصيل أيضا على النت إذا أردتم أيضا الدخول في تفصيلات أخرى. ثم أيضا أخيرا كما أذكر هنا كما مثلا نذكر مثالا عن الانفعالات السلبية، كما قلت في البداية أني أهتم دائما بجانب السلبية. مثلا الانفعالات السلبية السخط، الغضب، الاشمئزاز كما ذكر أيضا، القرف من رائحة ما إلى آخره، الضيق، الكآبة أيضا الخوف وأيضا وانتصاب أيضا. ثم أيضا هناك أيضا في علم النفس تطبيقات إرشادية لكي نتجنب الجوانب السلبية في الانفعال. إذا هذا ما إذا أيضا ثم الإصناع أيضا هناك تصنيف الانفعالات أيضا كما ذكرت. إذا ثم أخيرا حقيقة ضبط الانفعالات، هنا الواقع كما قلت سابقا أنه الهدف ليس بالهدف هو الحديث عن الانفعالات نظريا، ولا هدف هو الشرح بالتفصيلات الدقيقة بما يتعلق بعلم النفس حول الانفعال، وإنما الهدف فقط هذا من ناحية العرض على النظري الانتقال فورا إلى إذا استطعنا أو حسب إرشادات علم النفس لمعالجة الانفعال خاصة في جانبه السلبي، وضبط الانفعال كما يقول عندما نقول أحيانا ننصح بعض الآخرين نحاول أن ننصحه، طبعا النصيحة دائما هي غير لو أن العالم يمشي يسير بالنصائح كان وجهه آخر وجه آخر. المهم نقول الإنسان ضبط النفس، ما معنى كلمة العبادة ضبط النفس؟ يعني معنى ضبط الانفعالات، أي أننا بدون هيجان رجاء الأحداث تبدو. ولكن مع الأسف في التاريخ علمنا أن الصراعات والمنازعات والمشاجرات والحروب بكل أشكالها هي عبارة عن تجسيد لانفعال بعض، انفعال داخلي. هو طبعا له أسباب كثيرة، كل هذه الصراع له أسبابه، الحرب له أسباب، لكن قوة الدفع نحو الظاهر للحرب هو الانفعال الذي يدفعنا إلى الدخول في المعركة. في الصراع نفس نتصارع أيضا بقوة الانفعال، لكن له أسباب الصراع طبعا، لكن المهم يتجسد هذا الصراع، يتجسد ظاهرة الحرب في دائما بقوة الانفعال. هذا إذن جانب سلبي أم إيجابي؟ هذا جانب سلبي للانفعال. لذلك أترككم عند هذه أيضا الملاحظات العامة عن الانفعالات، وهي أيضا ليست حقيقة، هي ليست محاضرة نظرية وإلى آخره، وإنما فقط حديث عام عن الانفعالات. إذا في الحلقة القادمة إلى اللقاء، مع التحية.